بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام في مصر والوطن العربي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الرأي الآخر. وفي مستهل حديثي أو بادئ ذي بدء، اسمحوا لي طبعا أن أنا أرحب بصديقي وزميلي طبعا المذيع طبعا والمقدم الأستاذ حشمة الشريف. أهلا وسهلا بك يا فندم. بادئ ذي بدء أحب أن أنا أبدأ يعني الحلقة. أنا أقصد برنامج الرأي الآخر بتتقدم بنعي لذكرى مرور عام على وفاة الراحل والخالد الأستاذ خالد أبو كريشة أمين عام نقابة محامي جمهورية مصر العربية، خالص التعازي لكل جموع المحامين وكل أسرة وعائلة آل أبو كريشة في سوهاج وفي مصر وفي الوطن العربي. وأحب أن أنا أبدأ برضو بتهنئتين، أبدأ بتهنئة للحاج محمد شعلان لافتتاح فروع جديدة لمؤسسة شعلان ماركت في السادات منوفية، وتهنئة أيضا مقدمة إلى مطحم بن الحبشي بالأسكندرية كمشي زار بورسعيد الأسكندرية، تهنئة مقدمة من وسط البرنامج للأستاذ نظمي الأمير والأستاذ أيمن الأمير وأولاد الحاج أحمد عوض. أيضا أحب أن أنا أبدأ بأهم خبرين في البرنامج. الخبر الأول تحية شكر وتقدير طبعا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتحية شكر وتقدير للفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. القوات المسلحة تنتهي من تنفيذ أكبر مستشفى ميداني للعزل في الشرق الأوسط لاستقبال مرض فيروس كورونا بأرض المعارض الجديدة. أيضا خبر ثاني من محافظة سوهاج، للعام الثاني على التوالي جامعة سوهاج ضمن أفضل الجامعات العالمية في تصنيف CWUR وذلك وفقا للتصنيف الدولي. قال الدكتور عزيز رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة احتلت المركز رقم 1870 على مستوى العالم من بين أكثر من 20,000 جامعة. واسمحوا لي طبعا أن أنا أرحب طبعا بضيوف الكرام، ورحب بالسيد اللواء خالد الشاذلي مدير مباحث سوهاج الأسبق ومساعد مدير أمن كفر الشيخ والخبير الأمني والاستراتيجي وعضو اللجنة الهيئة العليا للمصالحات. أهلا وسهلا سيادة اللواء. أهلا بحضرتك وشرفنا بالسيادة. في البداية أحب أعرفكم بنفسي، أنا حشمة الشريف وإن شاء الله أكون معاكم على مدار الحلقات اللي جاية إن شاء الله برفقة صديقي الإعلامي أسعد حسن. في البداية أحب أرحب بسيادة النايب ممدوح مقلد وأقول له ألف ألف سلام على حضرتك، وحودا عودا حميدا إن شاء الله للمجلس. وأحب أشكرك إن أنت خصصتنا في أول ظهور بعد تماسلك للشفاء في ظهور معنا في البرنامج، وإن شاء الله نناقش على مدار الحلقة. يعني احنا الحلقة مش هنحط ليها عنوان عريض، ولكن احنا هنتكلم في تحديات الامن القومي داخليا وخارجيا. داخليا هنبدأ به وخارجيا هننتهي به في الحلقة. هنناقش مشكلة الاثيوبية، مشكلة سد النهضة، وهنناقش الملف الليبي في نهاية الحلقة. حتى ايضا لا يفوتني الخبر طبعا، اتقدم طبعا الى معالي السيد اللواء النائب ممدوح مقلد طبعا بخلص التهنئة طبعا لتعافيه من فيروس كورونا، وأيضا رسالة طمأنين إلى كل شعوب مصر وإلى شعب سوهاج بالكامل على عودة وظهور النائب اللواء ممدوح مقلد. أبدأ بالسيد اللواء خالد الشاذلي. جريدة الاتحاد الدولية كتبت أسطورة الداخلية بصعيد مصر يخرج معاش بعد قضاء 33 عاما بوزارة الداخلية. سوف يظل اللواء خالد الشاذلي ابن محافظة قنا ومدير المباحث الجنائية بسوهاج سابقا ومساعد مدير أمن كفر الشيخ، هو أحد العلامات الفارقة في تاريخ الصعيد وأسطورة الداخلية التي لن تتكرر، صاحب البطولات العديدة في صعيد مصر، فهو بمثابة رجل الحرب والسلام بالصعيد، جمع ما بين المصالحات العديدة ومقاومة ومنع الجريمة. نجح الشاذلي في القضاء على عشرات الخصومات السارية بمحافظة سوهاج واحتواء الأزمات بين العائلات وحقن الدماء في معظم مراكز سوهاج. معي ومعكم اليوم أسد الحق الذي أقنع الخصوم بالتخلي عن ثقافة الموت والجنوح للعنف واستبدال ذلك بثقافة التسامح والتعايش في ود وسلام. له شعبية كبيرة لدى حب المواطن السوهاجي منذ أن وطأت قدماه محافظة سوهاج. ورحب مرة أخرى بالسيد اللواء خالد الشاذلي، وأحب أن أنا أسأل معاليك سيادة اللواء أهم المعوقات التي يلقاها رجل الأمن في حل الخصومة السائرية، في حين أنه يقوم بذلك ليس بسلطاته كرجل أمن وإنما يقوم بروح القانون. فضل سيادة اللواء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. بداية بشكر حضرتك وبشكر حشمة بيه على الدعوة الكريمة دي، ومن حسن حظ يعني أني بتبقى في وجود القيمة والقامة سيادة اللواء ممدوح مقلد أستاذي ومعلمي اللي برفع له القبعة دائما، وله الحق والفضل في كثير من عملي كضابط مباحث.
ان هو اول مره رشحت نعمل مباحث سنه 88. يمكن نفكر سيادته احنا قاعدين، والحين لما بقيت مدير مباحث، هو كان مدير سابق ليا مباحث برضو، اخذت منه الكثير في العمل وطبقته. اولا الحمد لله، يعني انا موضوع الخصومات السعريه ده كنت اعتبره استراتيجيه خاصه. تمام. وكنت بحبه الحقيقه. لان حضرتك لما بتشوف انت بتحيي ناس من الموت للحياه، بتحول حياه قريه كامله ميته. من احياها فكانما احيا الناس جميعا. مش شخص ولا اثنين، ده قريه بالكامل واسر بالكامل. بدانا حضرتك في المصالحات، وكان معانا الست لؤي ممدوح وكثير من ناس كثير جدا كانت معانا. المواطن الصعيدي حضرتك خاصه، ادي له حقه وزير له حقه، هيديك حياته. احترمه يديك حياته. دي كانت استراتيجيه العمل معانا. الحمد لله عملنا حوالنا ما يقارب من 230 مصالحه. والشيء اللي انا ساعتها قلته في المقدمه، وده اللي بيسعدني، يعني ان الازهر الشريف كون لجنه عليا للمصالحات على مستوى الجمهوريه تحت اشراف الامام الاكبر وبرئاسه الدكتور عباس شومان. والحمد لله ان انا شرفت ان انا اكون عضو منهم، وسنتواصل مع جميع القطاعات، مع الداخليه، مع الشؤون الاجتماعيه، التضامن الاجتماعي، مع التنميه المحليه، وهنعمل فايل كامل بكل خصومات على مستوى الجمهوريه، وهنبدا نشتغل من اسكندريه لاسوان. لان الخصومه السريه حضرتك النجاح فيها والقضاء عليها ليس له مردود امني فقط، مردود الامني ده احد التروس، انما لها مردود اجتماعي واقتصادي وتنموي. للتنموي اكثر، لان حضرتك بيبقى كل دائما اصحاب راس المال في الصعيد خاصه، ومعظمهم من سواك في القاهره والجيزه واسكندريه، بيخرجوا من بلدهم خوفا من السفر. اول حاجه بيتم التصالح، هم بيجوا عندنا هناك وبيقدموا كل الدعم والعون والدعم المادي للقريه، وده يمكن اثمر كتير. كنت اتمنى يعني اتكلم عن مصالحات، المصالحات دي فيها كتير جدا في الكلام. الحاجه برضو اللي بحب اشيد بيها اللي كان بيساعدنا فيها دور المراه في المصالحات. تمام. كان دي غايب عن بعض الناس. المراه في الصعيد لها قيمه كبيره جدا وسط اسرتها. كلنا نحترم والدتنا واخواتنا. يا اما السيده دي بتبقى هي الشراره لامتداد الخصومه الثاريه، يا اما تبقى هي اداه حمامه السلام زي ما قال سعاد الوزير كده، وبتخلص معاه. كنا بنتعامل على الناحيه السيكولوجيه. تمام. السيكولوجيه النفسيه. اي حد فينا بيضع نفسه مكان طرف من الاطراف ديت، لو حد والده مقتول، اخوه مقتول، ابنه مقتول، مش بسهوله هيسلم معاك في المصالحه. وده حاجه نفسيه. حتى لو سلم يبقى بيخاف من كلام الناس. زي ما بنقول ان الدم والقتل عدوى، لا المصالحات عدوى. الحمد لله نفذنا كتير. وعدوى حميده. ما خلاص بقى، ما هو انت يعني ايه، انا عاوز اتصالح، لا اشمعنى اقول لك يعني عيله ممدوح ما تصالحتش. تمام. هتصالح انا؟ تمام. هو انا اقل منهم؟ كنا دايما بالعائلات الكبيره عمليه حث على التصارع في الخير يعتبر زي ما تمام يا فندم. تمام. كنا بنبدا بنشوف الخصومات القديمه شويه. يعني الحمد لله عملنا في مصالحات بعد 40 سنه في قريه الشورانيه في مراغه. ما بين الرمضنه والحرارزه. تمام. وانا بأشيد بالعيلتين تجاوبوا معانا. تمام. مشكله قديمه برضو يعني. من 40 سنه. مشكله قديمه جدا. اقدم قضيه صقر في مصر. يعني هنذكر اسماء الحركة، الاستاذ عبد الله مهني ده كان مدير مركز الشباب وكيل وزاره. عبد الله مهني، احنا من هنا بنشكر الاستاذ عبد الله مهني وبنوجه له التحيه ان هو بيحط ايده في ايد رجال الامن ورجال المجتمع كله، وقابل وهو كبير العائله. تمام. وكبير وظيفه، قابل ان هو اللي يشيل الكفن عشان ننتقل الخصومة بعد 40 عام. تمام. وقال لي عشان خاطر حضرتك حاضر. لسه بيكلمني من اسبوع بيقول لي يا فندم العيلة الثانية احنا حصل عملنا مصاهرة ونسب حاليا كويس، وبدأنا نعمل مشروعات تجارية مع بعض، وبنسافر الكويت مع بعض، فدي حاجات أسعدتني يعني. تمام. ده المعوقات كانت موجودة زي ما في وسط العائلات ناس عايزة صلح، في ناس مش عايزة صلح. تمام. لأن يبقى في تجار سلاح، في تجار ذخيرة. تمام. بتستفيد من الخصومة السرية، مصالح تجارية. مصالح تجارية بتعيش. أنا كنت دايما أشوف إن إنهاء الخصومة دوت أمن قومي. صحيح. امن قوم، لان تبقى القرى مقدسه بالسلاح في اي لحظه. السلاح ده هو التجاره، وده اقتصاد موازي. تمام.
بيؤثر على اقتصاد مصر نفسه. طبعا. من هنا كان انطلقنا فيها واشتغلنا فيها، وكنا بنشتغل باسلوب علمي شويه، بنجيب الطرفين، بنعمل عمليه توازن بين كل عيله، من اول الواقع بدات بسنه كام، ونكتب كل كلمه حصلت. تمام. بحيث ان كل واحد ياخذ حق الثاني، ونطبق فيه كلام ربنا عز وجل. وان طائفتان من اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التمرين. اللي ما كانش تتفق معنا في الصلح بعد ما تاخذ حقها لا نقاتلها. واجب علينا. ده كان امر الله عز وجل. طب انا هاخد من كلام حضرتك هنا فضل. وحضرتك بتتكلم ان قصه الخصومه السعريه هي قضيه امن قومي. طبعا. واحنا بنتكلم النهارده عن تحديات الامن القومي داخليا وخارجيا، وقلنا هنبدا داخليا، وهقول على سبيل المثال وليس الحصر هناخد قصه الخصومه السعريه. تمام. فاحنا شاهدنا في 2013 وفي حكم الجماعه البائده. أيوة. ربنا ما يرجعها تاني ابدا يا رب. احنا بنتكلم على كان حدث عمليه استقطاب حاد للمواطنين، مش هقول في صعيد مصر، هقول في الجمهوريه كلها. فاحنا النهارده واحنا بنتكلم عن تحديات الامن القومي، احنا يعني بنشوف ان عمليه الاصطفاف خلف القياده السياسيه، الاصطفاف خلف الاجهزه الامنيه المعنيه بتنفيذ القانون والاشراف عليه، وزي ما سياده اللواء ممدوح مقلت كان برضو بيقول لنا قبل ما نطلع البرنامج، بيقول رجل القانون، وانا هدي له الكلمه ديت، رجل القانون ينشئ الحق ويحافظ عليه وينفذه. تمام. تمام. فاحنا هنتكلم عن هناخد اول قضيه مثلا على سبيل الحصر، هو قواضي ياما طبعا، اللي هو خالد بيش شاذلي كان مدير المباحث الجنائيه في مديريه امن سوهاج، وطول عمله هو في المباحث الجنائيه سواء في اسوان او في قنا او في سوهاج، ولكن سوهاج حظيت بالكم الاكبر لان تعدت 230 خصومه سعريه. ويسجل في وزاره الداخليه وفي تاريخها ان اطول خصومه سعريه كانت في الشرانيه في مركز المراغه ما بين الرمادنه والحرارزه. ويشكر خالد بيه لانه يتبع سياسه الترغيب والترهيب. فاحنا عاوزين نتكلم استراتيجيه سيادتك كرجل امن، ازاي انت تقدر تحتوي المواطن ما بين الترغيب والترهيب. هو حضرتك يعني احنا دايما بنتكلم، كان في مقوله متعلمناها من قياداتنا برضه، لما بتحب تناقش متهم في حاجتين، يا اما تغزو جسده او تغزو عقله. تمام. اللي بيغزو جسد دوت ده الشخص اللي هو ضعيف الفكر. تمام. ضعيف الفكر. احنا بنقعد مع الطرف، بنقعد معاهم نتكلم معاهم، وكنا بنجيب حضرتك كل طرف من اطراف الخصومه نقعد معاه يكتب مذكره بالواقع بالنسبه له وجهه نظره، الطرف الثاني وجهه نظره، استاذ الظباط وجهه نظره، الطرف الثالث الاهم عندي اللي هم اطراف المصالحه نفسها او القائمين على الصلح بيكتبوا مذكراتهم، بنعمل جدول وبنشوف مين معاه حق، وبنشوف كده سبوت معين مين اللي هيعطل الصلح. تمام. لو شدينا عليه بدون ما ادوا له حقه يبقى انا بقى فتحت جرح وقفلته غير منظف. تمام. اللي كان يهمنا في المصالحه حضرتك، المصالحه عباره عن عمليه جراحيه. تمام. بنحضر لها الاول. وسيادتك طبيب ماهر. لا جراح ماهر. نحضر لها الاول حضرتك. تمام. لغايه ما نخش اوضه العمليات، لحظه اتمام الصلح في السرادق دي لحظة ليست النهائية. الأهم من ده كله التمريض بعد عملية الصلح. تمام. إن أنا لازم أتابع جميع الأطراف. تمام. في لحظات معينة كده بتحس إن ربنا عز وجل كان موجود معانا دايما فيها، اللي هو لحظة دخول الشخص اللي بيقودوه يعني بالكفة. هذه لحظة صعبة برضه. لحظة صعبة على الطرفين. تمام. الشيطان معاه والناس حواليه معاه. وأهل الشر وأهل الفتنة. وأهل الشر معاه، فإحنا كنا بنتابعها. وهو داخل ممكن هو داخل قاعد يقول له اه شفت اهي الرجاله يا عم. عامل لي راجل واديك دخلت بقماشه وكسروا راسك اهو. بيقول لي الطرف الثاني بقى ايه؟ انت بعت والدك ولا اخوك عشان حته قماشه؟ ضحك عليك فلان بيه ممدوح بيه مالك ضحك عليك. بتبقى محتاجه تاهيل نفسي كويس. اللي ما كانش هنا بقى يعني احنا هقول لحضرتك قبل المصالحه بيوم يومين كان يقعدوا معانا في المكتب وناكل مع بعض. تمام. ونشرب مع بعض. تمام. يبقى في معايشه اسريه، وكنا نكلم اسر كل طرف وزوجاتهم وامهاتهم. تمام. يعني انا فاكر في مصالحه كانت مهمه جدا عندي، مش هقول على الهوا يعني. تمام. كان قتل فيها ضابط شرطه وقعد 11 سنه واصفرت عن 8 قتل.
انا خدت بعض وسط الضباط ورحنا دخلنا عند السيده وانا بدعي لها على الهوا ربنا يكرمها في ولادها. انا سمعت كلامنا كانت طبعا رفض الاول، لما اتكلمنا معها بالراحه كده اقنعناها قالت خلاص انا موافقه. تمام. اهم حاجه حضرتك تاخذه هنا ايه؟ العقل بتاعها. تمام. انما انت مهما يعني اي خطوه بتخطوها في مصالحه لها ثواب كبير عند الله عز وجل، ده الثواب مع ربنا. طبعا. والاهم من ده كله الامن والاجتماع والاقتصاد والتنميه. يعني مش بعد امني بس. نهائيا يا باشا، الامن ده حاجه من الحاجات. وممكن يكون اقلهم. اقلهم. تمام. هو الظاهر. لا في قطاع دايما حضرتك يعني ايه بيبقى الاطراف الخصومه يا اما في صله قرابه وصله مصاهره. كنا بنشوف ان في سيدات ما راحتش زارت اهلها من 20 سنه ومن 15 سنه. كنت اشوف فرحه فيهم في عيونهم كده. تمام. يوم الصلح انا كده هقدر ازور والدتي ووالدي. شايف البعد الاجتماعي يا سيادتك؟ تمام. في مصالحه مش عايز اخد الحال عشان ست اللواء، في مصالحه لن انساها في دار السلام. كان ست يعني كان جوزها قتل داخل المنزل وبتاع. الصلح تم. تمام. وتقدم الكفن، فانا كان سيد مدير الامن معانا ست اللواء احمد فتوح بنحييه على الهواء. بنوجه له كل التحيه يا ست اللواء احمد ابو الفتوح. فقلت له يا فندم انا استاذن سعادتك نخش البيت السيده دي. ليه؟ قلت له بس تعالى بس. اخذت وخدت راجل اللي قدم الكفن، كان راجل محترم معايا بيحبني. قدمنا قعدنا مراسم المصالحه تاني داخل منزل هذه السيده. تمام. اديناها الكفن، مشهد لا ينسى يعني. واحد اخذ الكفن وحطيته على السرير بتاع جوزها. تمام. قالت انا عارفه انام دلوقتي. تمام. انا كنت مطمئن ان الصلح ايه حضرتك؟ تم. تمام. تم من الداخل. تمام. استاذن بس سياده اللواء خالد، بس يعني احب يعني سياده النائب اللواء ممدوح تعقيب حضرتك على خبر كان في اليوم السابع. مصادر برلمانيه تقول النائب ممدوح مقلد مستقر في تلقي العلاج من فيروس كورونا. طبعا حضرتك خرجت مستشفى العزل لسلبيه التحليل، وده كان بناء على طلبك. رساله طمأنين الى كل محبي اللواء ممدوح مقلد في سوهاج. اتفضل يا فندم. في مصر بقى كلها. يعني هو اللواء ممدوح مقلد قيمه وقامه في العمل الامني. استاذنا كلنا. وفي مجال البرلمان ومجال التشريع. مدير امن المنيا الاسبق ومساعد وزير، مساعد وزير الداخليه لمنطقه شمال الساحل. مساعد اول وزير. اتفضل. هو الحقيقه انا بحيي حضراتكم وبحيي الساده المشاهدين وبحيي ابناء الدايره. انا اللهم لك الحمد والشكر، ربنا اراد واصبت انا بفيروس كورونا اثناء ترددي على المقر الانتخابي وانهاء المصالح الحكوميه. الحقيقه انا كنت في هذه الفتره كنت يعني بستهين بالاجراءات الوقائيه، مش واخد بالي منها. العملية كانت ماشية بشكل عفوي، لكن ربنا أراد وأصبت. دخلت المستشفى يوم 22/5، كان قبل العيد بيومين، قعدت حوالي 10 أيام، ومراتي قعدت حوالي 7 أيام، وابني قعد 5 أيام. أنا نقلت العدوى لابني ولمراتي ومرات ابني وأطفاله. الحمد لله وتلقينا العلاج وكملنا العلاج في العلاج المنزلي في البيت، والحمد لله رب العالمين. العينة تحولت من إيجابية إلى سلبية، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. الحمد لله. لي أنا ولمراتي والابني واحد الحفيد من الاثنين. وحاليا حتى هذه اللحظه احنا منتظرين ان شاء الله فرج ربنا يتم الشفاء وتتحول النتيجه ان شاء الله. ان شاء الله. لمرات ابني وبالنسبه الى الحفيد الرضيع اللي هو لسه لحد دلوقتي. اللهم لك الحمد والشكر. انا بستغل الفرصه وباؤكد لكل الساده المشاهدين، لا بجد الموضوع في غايه في الخطوره. انا خدت المرض، نقلت لمراتي، نقل لابني، نقل لمراته، اتنقل لاولاده. ابني كان هو مستشار، كان في الدايره بتاعته فيها 7-8 كانوا بيتغدوا مع بعض، نقل المرض لثلاثه من زمايله ونقلوا منهم الى ثلاثه من الى زوجاتهم والى اولادهم. المرض سريع الانتشار، يجب علينا بالفعل ان احنا ما نستهينش بالكلام اللي بيتقال لينا، ناخذ بكل التدابير الاحترازيه. لابد التباعد الاجتماعي، لابد اهم شيء التباعد الاجتماعي ولبس الكمامه، الكمامه طبعا والنظافه والتطهير وكده. الموضوع الثاني برضو انا عاوز اقوله، موضوع العلاج المنزلي ده غايه في الاحترام. طب تقول ايه سيادتك بالنسبه لبعض المواطنين برضو، او انا هنا بنقل صوت الشارع وصوت المواطن، بيقول يعني تكدس المستشفيات، احنا بنروح ما حدش بيدخلنا او كده. فكره العزل المنزلي ما هو هو نفس العلاج تقريبا، هو اللي بياخده هنا هو نفس البروتوكول بيطبق هنا،
ولكن انت لما تقعد في بيتك سرير في بيتك افضل من سرير في المصحه او في المستشفى. انا نفسي شخصيا قعدت 10 ايام في المستشفى تمام، كان نفسي اطلع ونفسي اكمل علاج منزلي. اولا العلاج المنزلي بتاخد نفس العلاج اللي موجود في المستشفى، بدل الحقن بيبقى تابلت برشام بالظبط، برشام او بيتاخد يعني ممكن تاخد الحقن حتى برضو ولو في البيت لو انت برضو استدعى بيك الامر تمام. لكن اللي انا عاوز اقوله هو اولا ده للحالات البسيطه، اول ما انت بتتماسل للشفاء بتعود صحتك العامه، الافضل ليك والايسر ليك والاحمى ليك بيحميك العلاج المنزلي. ليه العلاج المنزلي؟ لانك انت بتكون فيه الطبيب والمريض والحكم تمام تمام. ليه؟ لان انا باخد الدواية، انا التزمت هخف، ما التزمتش يبقى انا اللي ايه اللي جبته لنفسي واللي جبته لاولادي. فاحنا اللي ومنعت نهائي. استاذن بس الضيوف الكرام، مكالمه من السيد النائب احمد جد الله عضو مجلس النواب الاسبق بدائره المنشاه. اتفضل يا سياده النائب. تفضل يا سياده النائب. سلام الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب يا طيب فندم. سمعت على ضيوفك وعلى كل اللي عندك. الله يخليك يا معالي النائب، اتفضل يا معالي النائب. الله يبارك فيك. حضرتك دلوقتي ان احنا بالنسبه للصحه دلوقتي بتتكلم الصحه ولا ايه؟ عشان انا بره. انا مش شايف الحلقه عشان بره حاليا. لا يا فندم احنا بنتكلم عن تحديات الامن القومي. تحديات الامن القومي داخليا وخارجيا. على سبيل المثال بنتكلم عن الخصومه الساريه معانا طبعا سياده اللواء خالد الشاذلي. وبنتكلم برضه مع سياده اللواء ممدوح مقلد. بمتع اللواء خالد الشاذلي وربنا يبارك فيك، وهو اللي كان قائد الله يخليك يا نائب. هو فخر يعني فخر سعيد. الله يكرمك يا سياده اللواء. اسد الحق. الله يخليك يا سياده الباشا. اسد الحق. ايوه هذا الحق ووصل السيد كله. الله يخليك يا سياده النائب. ربنا يبارك فيك ويديم ان شاء الله باذن الله كده كل الخصومات ربنا يعني ننتهي منها ان شاء الله. ان شاء الله. والسيد برضه يعني حاليا ما فيش خصومات يعني زي الاول. طبعا الوضع في السواق طبعا تغير طبعا. تغير احنا شفتك برضه في دلوقتي يعني الناس برضه في وعد وفي تسامح وفي حاجات بس هو شيطان لكن ربنا كبير ان شاء الله ما فيش اي حاجه. تمام يا سياده النائب. ماشي يا جاي، واحنا من يعني تحت قياده رئيسنا ورئيس العرب بالكامل. تمام. ايه اخبار يا سياده النائب؟ ايه اخبار الدور المجتمعي في توزيع الكمامات على الوحدات الصحيه وتوفيرها كيعني كدور منوط بسيادتكم برضو كرجال اعمال وابناء للدايره؟ اتفضل. نبقى صريح مع سيادتك. اتفضل. احنا في الصعيد الارياف ما حدش سائل في القرى. يا ريت احنا الواحد بيروح برضه الصيدليه عشان يجيب كمامة ب 5 جنيه و 6 جنيه في الصيدليه. ب 10 و20 او اكثر من ذلك. ايوه يعني الصعيد بالذات القرى مهمشه ومهمله خالص. يا ريت جت قوافل. انا يعني مش عارف يعني مش عارف. لا ان شاء الله ان شاء الله يا سياده النائب مفيش تهميش في ظل القياده السياسيه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كبير العائله المصريه، واحنا بنشوف ضخ استثمارات في الصعيد وفي الظهير الصحراوي في المدن الجديده وصعيد مصر في مقوره التنميه من قبل الرئيس والمناطق الصناعيه اللي بتتعمل والمناطق اللوجستيه وبنفسكم معانا وبنفسكم على الدوله، لان الدوله مش الحكومه المصريه بس يا سياده النائب. احنا اللي انا عاوز اقوله يا سعاده النائب. يا سياده النائب احمد جد الله اسمع بس. سياده النائب كده اللي هو ممدوح مقلد، اللي انا عاوز اقوله الكمامات دلوقتي بسم الله ما شاء الله في اسعار منها نازله ب 2 جنيه تمام، فاصبحت والنهارده في مصانع بتطلع بالملايين تمام. الامور دلوقتي تغيرت تماما عن بدايه ظاهره انتشار المرض تمام. والوباء النهارده الدوله من حيث توفير العلاج بقى بسهل غير عادي، المساحات بقت بشكل غير عادي، المستشفيات كلها اتفتحت، كلها الكمامات كلها النهارده في كمامات بتتباع ب 2 جنيه النهارده. اللي احنا عاوزين نقول عليه الكمامات موجوده واصبحت في سعر ومتناول الجميع، دي من ناحيه. الناحيه الثانيه النهارده في بعض الافكار الجديده اللي طلعت اللي هي ممكن الكمامات تتغسل تغلى ممكن تتكوي ويعاد لبسها مره ثانيه الى يعني مرتين ثلاثه اربعه بدل ما تترمي زي ما كانت. اللي احنا النهارده بنقوله لو المواطن مش قادر يلبس كمامه ومش قادر يشتري كمامه يا عم يحط الشال على مناخيره وعلى بقه ممكن انه يحمي بيه روحه، لان احنا في اللحظه دي بنقارن ما بين المثاليه
وما بين الوضع الحالي او ما بين المثاليه والعدم. احنا دلوقتي بنقول اللي مش لاقي خالص يحط الشال على وشه هيحميه اكثر. النهارده الست اللي مش ما عندهاش وامكانياتها مش موجوده بتلبس زي ما احنا كنا بنعرف البيشه والكلام ده كله على وشها يحميها اكثر. لكن احنا النهارده عشان نسلم بان الناس ما عندهاش كمامات في الارياف، تلك مقوله يجب ان احنا نحذر منها تماما. ليه؟ لاني انا خير دليل قدام منك. انا كنت واخد الامور بشكل عفوي، مارست العمل الانتخابي في مقر الانتخابي بشكل عفوي، وكنت وقتها بنتريق على الكلام اللي بيطلع في التلفزيون احمي نفسك واحمي بلدك واحمي اسرتك. لا، لما اصبت بقيت بشعر بالندم ومرار من مرارة المرض ومن قسوة المرض، بقول يا ريتني كنت سمعت. انا دلوقتي بأناشد سعادتك وبأناشد السادة المشاهدين كلهم ان كلنا يجب ان نلتزم بالقواعد اللي هي بتتقال لنا احنا اصلا في كل وسائل التواصل الاجتماعي وعلى كل وسائل الاعلام. الزم احترم عشان ما تحميش، احمي روحك واحمي اسرتك واحمي بيتك واحمي بلدك. فعلا الكلام ده حقيقة مؤثرة بالفعل، ومش يجب اطلاقا ان احنا ناخذ كلام ان القرى مهمشة ومحدش فيها بيلبس الكمامات. لا، بعد اذن معاليك ده تعليق. احنا يعني الامل ان احنا نسعى جميعا الى تغيير. اشكر النائب السابق احمد جدالله خليل على المداخله التليفونيه. شكرا معالي النائب. اتفضل يا معالي النائب. شكرا. احنا كنا بنتكلم في الخصومه السعريه. المواطن في مصر كلها وفي الصعيد تحديدا هو الدرع الواقي، هو الدرع الواقي لكل كافه الازمات. تمام. وهو احنا بنتكئ على المواطن في حل كثير من المشاكل. بالنسبه للسياسه اللي كنت حضرتك متبعها، في انا اتكلم تحديدا على محافظه سوهاج. تمام. سياسه الترغيب والترهيب بالنسبه لتقريب وجهاء العائلات وازاي بيتم الصلح بمساعدتهم، انت شايف الموضوع ده ازاي يعني سيادة؟ هو مش ترغيب وترهيب بمعنى ان احنا بنخوفهم. تمام. لا، بقول لحضرتك احنا بنقيس اطراف الخصوم. تمام. وبنشوف الحق هنا. في بعض الخصومات حضرتك كنا بنلتجئ فيها لفتوى من مشيخة الأزهر. تمام. لما نلاقي الفتوى ديت بنجيب الأطراف ملتزمين وملتزمين. طب نفترض دلوقتي هم قالوا الفتوى ديت أنصفت ألف بالنسبة له هو ما أنصفتش به. تمام. يجي به يقول لأ، ما ينفعش بقى. لا ما ينفعش. يبقى أنا مطالب هنا بقى مش بالترهيب، بحسابه بقى. تمام. لأن خلاص أنت الخصومة ديت عبارة عن جرح. لو انت فتحت الجرح دوت وما نضفتوش كويس. تمام. وقفلت عليه هتولع الدنيا. لما نبدا في خصومه يا معالي الباشا وما كملناهاش، يعني صلح من الداخل مش صلح سوري او اعلامي. لا لا لا، ما كانش هذا الصلح. لا. من جواي انا متاكد ومتيقن وبدون ضغط نهائيا. تمام. نهائيا، يعني دي النقطه دي جوهريه يا فندم. وما ينفعش يا فندم. تمام. لو كان ضغط، احنا لنا دلوقتي سيب القصه بدانا فيها من 2015. تمام. في مصالحات ليها 5 سنين لم تنقض ولن تنقض ان شاء الله. تمام. ده معناه يا حضرتك انه خدوا حقه. تمام. انما في ادوات عندنا احنا كرجال داخليه او رجال او الحكومه عامه لو في تنسيق بينهم، لما الاقي ان في اضراف متعايشه مع الخصومه ديت وده مش بياثر على العيله بس، بياثر على القريه بالكامل. تمام. ورافض الصلح. تمام. وجبت له حقه، اسيبه؟ ما ينفعش اسيبه بقى، ربنا يحاسبنا انا بقى. تمام. في بعض طلبة الجامعات انقضوا عن دراستهم. تمام. بعض طلبة المدارس مش عارفين يروحوا مدارسهم. انت عندك حد مريض مش عارف يخرج من ضرب النار، اسيبه؟ البلاد كاملة بتتقفل بسبب الموضوع ده. لا، انا بقى بشوف الحالة ديت بنقيس. هو رفض، انا عندي ادوات وعندي اليات. تمام. والعمل البحثي اداني اليات استخدمها من اولها على سلطة القانون؟ بهدف القانون. لما الاقي عيلتين، انا عيلة الف وعيلة به، عيلة الف ملتزمة وبه خد حقها قدام ربنا وقدام الناس ومع ذلك متكبره ومش عايز تخلص. تمام. اول حاجه اروح جايب علبه ديت، مين مرخص سلاح عندكم يا جماعه؟ اسحب لي سلاحه. تمام. نمره 2، مين هنا في طرف الخصومه دوت موظف وبيعمل داخل الاداره الحكومه هنا اهو؟ تمام. وهو رافض الصلح قانونا بقى عامل مذكره ان انا خوفا على الصلح ارى نقله خارج المركز او خارج المحافظه. تمام. حلو كده؟ تمام. نمرة 3، مين طلبة مدارس هنا أسرهم رافضين الصلح ومتعنتين معانا ومش مخلصين؟ أنقل المدارس دي بره. تنقل؟ أنقل. تمام. وأنا هخاف عليه،
انت حيلو عندك خصومه مع خالد الشاذلي وخالد هيضربك ولادك، تخلي ولادك على المدرسه وتوديهم حفظه ثانيه. بتبعد الزيت عن النار زي ما بيقول. اهو كده. لا هو مش بيبعد الزيت عن النار، هو اولا ده تكليف قراني. اهو يقول ده الدين. الدين بيقول ايه؟ وان طائفتان من المؤمنين اختلفوا فاصلحوا، ده اول مره يقول لك فاصلحوا. تمام. بهدوء. فان بغت احداهما عن الاخرى فقاتلوا. فقاتلوا، فقاتلوا التي تبغي امتى؟ حتى تفيء الى امر الله. فان فاءت فاصلحوا بينهما بالايه؟ بالعدل. بالعدل واقسط. واقسط. القران واضح. مين من هو المكلف؟ من هو المخاطب؟ ولي الامر. ولي الامر. من ولي الامر؟ اللي هو ايه؟ رجل الشرطه. هو رجل الشرطه هو ولي الامر. عشان كده بس مش قاتله بقى ان هو نمسك سيف ونقاتله، لا، نقاتلهم بالادوات المسموح بها قانونا وشرعا. القتال الناعم يا فندم. تمام. القتال الناعم. ده احنا ده باشا اللي هو بيتكلم فيه. قاتله ليه؟ قاتله عشان ايه؟ حتى تفيء الى امر الله. الايه القرانيه واضحه وضوح الشمس. طب احنا هنا المشكله وقعت. تمام. واحنا دخلنا من المديريه كسلطه اعلاء، السلطه التنفيذيه وتنفيذ القانون ووجهاء كبار العائلات. طب قبل ما تقع المشكله، انا مثلا عاوز اعمل منع من المصدر. ما هو برضه حضرتك النجاح، يعني هل في عمليه توعيه يتم الاجتماع بوجهاء العائلات بالعمد بالمشايخ بحيث ان يحصل توعيه للمدارس، توعيه للاطفال؟ وظيفه الشرطه يا فندم حاجتين يمكن باشا استاذنا فيها، المنع والضبط. تمام. اتعلمناه من اساتذتنا، المنع والضبط. يبقى الاولى ايه؟ المنع. تمام. زي ما كنا الحمد لله قضينا على خصومات، منعنا استحداث خصومات. تمام. انا ما افرحش لما اخلص 100 خصومه الاقي عندي 120 جديد. تمام. يبقى ما عملتش حاجه كده، لا، احنا بنمنع. منعنا دوت برضه ليه ادوات. اهم هذه الادوات ان يكون في قرب بين رجل الشرطه والمواطن. تمام. ما يبقاش في فاصل بين رجل الشرطه والمواطن. هذا الفاصل والفراغ بيملاه مين؟ كل واحد له غرض شخصي. انما كلما كان رئيس المباحث ازاد المباحث زي ما ممدوح بيعلمنا كده، وانا بقى اشهد له انه علمنا شخصيا، يعني كل ما كان العلاقه بين رجل الشرطه وانا كرجل شرطه ومواطن الباب مفتوح ويعرف يصلي في ثواني ويكون مطمئن. ومطمئن ليه؟ خلاص انتهت العمليات. ومطمئن من عدلك. تمام. ومطمئن من عدلك. يعني انا مش عارف لو في وقت اشتكي وهاخد حق. انا استاذ بس ست اللي هو بس يعني في حاجتين بس يعني لفتوا انتباهي من معالي السيد اللواء ممدوح مقلد عضو مجلس النواب. كان في جدل حول يعني اختيار مستشفى عزل بسوهاج من قبل وزيرة الصحة، وحضرتك طبعا كان في اجتماع ما بين الدكتور محمد حسنين وساعد الوزير للصحة، وايضا الموضوع الثاني ان انت تقدمت بمذكرة للسيد وزير الشباب والرياضة. تعليق حضرتك على الخبرين دول والموضوعين دول؟ لا، هو بالنسبة للاول موضوع الاخر بفضل الدكتور محمد حسنين، هو لما جه حصل موضوع كورونا وتم رصد الدولة رصدت مبالغ معينة لمواجهة الفيروس 100 مليار سواء ال 100 مليار سواء من الناحية الصحية او من الناحية الاجتماعية او تعويضات للعمالة الغير منتظمة او 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 خصص لسواج 62 مليون جنيه، دول خدناهم احنا من حاجة اسمها حصيلة البنك الدولي، مش من فلوس البنك الدولي، خدناهم من حصة المكون المحلي اللي هو من ميزانية الدولة لسوهاج. ال 62 مليون جنيه دول كانوا لكورونا. الكورونا دي محدش بيتصرف في مواجهتها الا وزارة الصحة. فكان الاختصاص لمين؟ للدكتور محمد حسنين. دكتور محمد حسنين ليه؟ لان هو اللي بيتعاقد على كل مستلزمات مكافحة الكورونا على مستوى الجمهورية. ولذلك احنا قعدنا بنقول نفسنا عاوزين سراير بتاع التنفس الصناعي و و تبين ان هو في النهاية طبعا احنا عارفين الأسرة دي كلها الدول الخارجية اللي بره كلها منعت تصديرها لان الجانحة عالمية وكل الدول وصلنا الى ان ده في دول بتسرع شحنات جاية من الصين بالزبط. تركيا لان كله محتاج تركيا والمدعو اردوغان الارهابي بالظبط. ده الاغرب من ده كله، وصل الامر الى ان اوروبا كلها عشان قلة السراير التنفس الصناعي كانت بتاخده من كبير السن وتديه للشباب، لو حد من الشباب عاوزه كان ياخده ويديه للشباب. ما ننساش ترامب لما كان النهارده ترامب وكله قاعد يلومه انت ازاي قعدت وخدت الحكايه ببساطه لحد لما نشرت الوباء في امريكا، حب ان يعمل مستشفيات ميدانيه
مفيش، ما هو التنفس الصناعي ده بيلغي عمل الرئه، وهو اللي بيشغل الرئه من الخارج، الجهاز هو اللي بيشغل الرئه، النفخ والنفخ كان بيشغل الجيش يدرب الجنود ان هم ممكن يشغلوه يدوي. الكلام ده معناه ايه؟ ان كان فيه ندره غير عاديه في توافر اسره التنفس الصناعي. اللي كان عامله الدكتور محمد حسنين ان هو كان بيتعاقد على مستوى الجمهوريه من الحيث الكل، انا اعلم تماما ان اللهم لك الحمد والشكر وزاره الصحه تعاقدت على تقريبا 2600 وكسور سرير تنفس صناعي. القصه دي كلها احنا كلنا كنا محتاجينها. سوهاج دخلت انتشار وباء فيها في الفتره الاخيره وصل الى مستوى كبير. احنا كان في مشاكل، اول كان كل مستشفى بتسعى الى انها تبعد معالجه الكورونا من نفسها، الاطباء نفسهم، ولكن في النهايه ما كانش في مستشفى عزل في البدايه، كان في اسنا لان كانت سوهاج في المؤخره، الدوله نفسها كانت عامله مستشفيات العزل حطاهم كده هو وفقا لاولويات معينه تمام. لكن احنا النهارده بقى في سوهاج اللي حصل عندنا مستشفيات عزل فين وفين وفين وفين؟ مستشفى الحميات فيها 48 سرير وحاليا بيجهز 56 سرير. النهارده في جزيره شندويل عندنا احنا في بلدكم، النهارده في اعداد ل 80 ل 80 تسعى ل 80 سرير. النهارده الاميري بقى فيها 120 سرير. النهارده الجهاز الهضمي والتعليمي والمستشفى العسكري والجامعي كل دول فتحوا عشان يستقبلوا مرضى الكورونا سواء الحالات المتوسطه او الحالات الحرجه. فاحنا النهارده واحنا طبعا في ذروه الجانحه، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي كان افصح قدام السيد رئيس الجمهوريه وقال احنا الجانحه هتبدا انها يعني تصل لذروتها عند 40,000، البيك بتاعتها الظلم 1000 مصاب، واحنا وصلنا ليه؟ واحنا وصلنا 42,000. امبارح كان اعلى معدل وفيات في تاريخ الحاجات دي كلها 91. اللي انا عاوز اقوله ان ان شاء الله احنا مرشحين بعون الله في الايام القادمه الى ان هتبدا الجانحه هتبتدي ايه؟ هتبتدي تنزل. انا كنت مكلف من قبل السيد محافظ سوهاج ان انا انهي موضوع استخدام ال 62 مليون جنيه لتعزيز مستشفيات سوهاج. الحقيقه مستشفيات سوهاج احنا استفدنا استفادات غير عاديه، سواء من حيث تركيب شبكات الغاز، سواء من حيث توافر الاسره، سواء من حيث ان شاء الله نصيبنا ان شاء الله هيجي في التنفس الصناعي ان شاء الله، في امور كثيره جدا في تطوير البنيه الاساسيه. طب المستشفى خميم فين من تمام؟ برضه مستخدم من النهارده، برضه فاتحه، برضه بتستقبل كورونا. تمام. 9 مستشفى 13 مستشفى في محافظه سوهاج مفتوحه حاليا. طب احنا مستشفى بلدنا لسه ما اشتغلتش. احنا موضوعكم انتوا ده فينا. ايوه ما ده حرام. طبعا الجمهوريه كلها سوهاج 13 مستشفى. شوف يا باشا، واضيف اليهم الجهاز الهضمي فوق ال 13، الجهاز الهضمي دخل جديد، العسكري دخل جديد، الجامعه دخل جديد، يعني اصبحنا في سوهاج 16 مستشفى النهارده بتستقبل المرضى. ده ما يخص الصحه. استاذن بس سبت له طبعا، لان طبعا احنا يعني الوقت لم يسعفنا لإطالة طبعا هذا الحديث طبعا المثمر، لكن نعد أعزائي المشاهدين طبعا مرة أخرى لنا استكمال في حلقة أخرى مع السيد اللواء ممدوح مقلد ومع السيد اللواء خالد الشاذلي في نهاية طبعا الفقرة، لأن أنا هطلع فاصل لأن هكمل الفقرة. أشكر ضيوف الكرام، أشكر السيد اللواء خالد الشاذلي الخبير الأمني وعضو لجنة هيئة المصالحات العليا بالأزهر الشريف، أشكر السيد اللواء النائب ممدوح مقلد عضو مجلس النواب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أشكر الأستاذ حشمة الشريف المذيع طبعا معايا. كلمة في يعني في 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 لحظات أخيرة اتفضل. والله يعني احنا ما خالد بيه وممدوح بيه يعني كان نفسنا يطول الوقت شوية على أساس في موضوعات ياما كنا عاوزين نتكلم فيها، إن شاء الله في حلقة قادمة نتكلم عن تحديات الأمن القومي خارجيا، نناقش المشكلة الليبية ومشكلة سد النهضة، وهل مصر هي محتاجة، يعني أنا يعني دي وجهة نظر قد أصيب وقد أخطئ، هل مصر محتاجة تصدر أزمة للعالم كله؟ إن نصدر أزمة إن إحنا مياه الشرب إحنا 100 مليون، إحنا حضارة 7000 سنة، مصر هبة النيل. انت لما بيحصل عملية بناء على منبع الحياة بالنسبة لمصر، هل احنا في مشكلة ان احنا مش قادرين نسوق المشكلة بالنسبة للبرلمانات الاخرى كدور حضرتك كبرلماني مع الاتحاد الاوروبي مع خطب البرلمان الالماني البرلمان الكونجرس في امريكا؟ احنا يعني باختصار
شديد خالص اذا كان في وقت في البرنامج. هو يعني وقت بسيط، كلمات اخيره لان المفروض نطلع فاصل. كلمات اخيره، هو احنا دلوقتي حاليا في مرحله اعداد الدول كلها ان احنا بنسوق دلوقتي المشكله وبنصدرها. لا نعلم تماما ان مصر بتحاول ان هم يجروها الى حرب. تمام. ومصر صاحيه تماما الى انها ممكن مش عاوزه تخش في هذا الامر بدليل دخولنا احنا الناحيه الغربيه احنا قدام الدبلوماسيه المصريه واخده حقها تماما في هذا الوقت. طبعا عشان الوقت طبعا والفاصل فاصل ونرجع تاني. ما بقول كلمه قول يا فندم اتفضل لما تفتح يعني. اتفضل يا فندم. يعني طبعا انا موضوع الميه دوت ده مهم جدا. احنا نثق ان السيد الرئيس السيسي بيدير ازمه صح، زي ما دار 6 سنين هنوصل الاهم. انما اذا كان ميه الشرب في اثيوبيا، انا عندي قرى في ديشنا بالكامل 2020 بتشرب من جراكن، تجي لها عربيه ميه توصلها. اتمنى برضو عن طريق القناه المحترمه ديت الناس بتعاني، يا ريت وفي نظر ليها كده دوت. والناس ما ينفعش واحد ما يفتحش حنفيه اي ميه. شكرا اعزائي المشاهدين، وفاصل ونواصل. عوده مره اخرى بعد الفاصل. ارحب طبعا بضيفي الدكتور احمد عبد الستار ثابت، باحث دكتوراه في القانون ومحامي بالاستئناف. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك. كما ارحب مره اخرى طبعا بعد الفاصل بالسيد اللواء ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب ووكيل لجنه الدفاع والامن القومي. يا اهلا وسهلا. كما ارحب مره اخرى بالسيد اللواء خالد الشاذلي، الخبير الامني وعضو لجنه هيئه المصالحات العليا بالازهر الشريف. يا اهلا وسهلا. ابدا بالدكتور احمد، سؤال بس. احنا طبعا بنتكلم طبعا من بدايه الحلقه عن الخصومه طبعا وعن مشكلات كثيره طبعا في صعيد مصر، كيفيه القصاص من الناحيه الشرعيه والقانونيه؟ تعليقك يا استاذ احمد. اولا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. القصاص في الاسلام ذكر في الكتاب والسنه، ذكر في الكتاب والسنه، وفرق الفقهاء بين نوعين من القصاص، قصاص مادي قصاص معنوي. قصاص المادي يتمثل في نفس الفعل الذي حدث في الواقع. القصاص المعنوي هو المقصود به الدية، والدية تتمثل في عقوبة مالية معنوية على من ارتكب فعل الجريمة. والقانون فرق بين أنواع عديدة من القتل، فهناك القتل العمد، وهناك قتل الخطأ الغير عمد يعني. الغير عمد، وهناك تمام القتل الذي نتج عن مشاجرة أو مشكلة حدثت تمام بدون قصد جنائي. الدوافع يعني سبق الإصرار ليس ليس له قصد جنائي، إنما حدث القتل. فطبعا معالي اللي هو خالد بيه ماشي يعني استاذنا كلنا وعمنا كلنا ومعالي اللي هو ممدوح بيه لهم دور وباع في فض المصالحات في محافظه السوهاج ومحافظه دينا ومحافظات الصعيد عموما يعني. ونشكرهم. ومعلش احنا يعني علامات فارقه يا دكتور احمد في تاريخ صعيد مصر، علامات فارقه وهم احقاقا للحق، جريمه نهائي، احقاقا للحق والوصول الى الود والسلام. احقاقا للحق، فهم يقومون بدور القانون وبدور رجال الشرطه وروح القانون ودور روح القانون في جميع المصالحات وفي جميع البلاد، وهم يعني لهم شعبيه في داخل محافظتهم وخارج محافظتهم. احقاقا للحق. دكتور احمد الله يبارك. المصالحه لا تغني عن القانون. مش معنى ان يتم مصالحه بين طرفين ان مفيش قانون. احنا كنا نعمل الصلح بين اسره الف واسره ب، انما المجنى عليه راح لربنا عز وجل، والمتهم محبوس. المتهم محبوس. يعني المصالحات لا تغني عن استخدام القانون. اللي بيحصل في الصعيد ان دايما ايه بياخذوا شخص غير القاتل. الموروث عندنا كده يقول لك ناخد نوارة العيله، يهتموا باهم شخصيه في العيله، فده اللي كان يهمنا احنا. لا احنا خلاص عايزين نقف هذا الدم. المتهم عندك محبوس، وانت واحنا نصلح اسرتين مع بعض. انت حبيت انت كطرف قبلت الديه زي ما ساعتك قلت كده، قبلت القصاص بالنسبه لنا في القماشه دي، انت عايز تتنازل عن المتهم بحاجتك انت. انما عمرنا في جلساتنا ما طلبنا بالتنازل عن حق القانون.
الديه ديت كان ليها نظام ساعات تكون كده في القتل الخطا، فدية مسلمة إلى أهله، ده شرع ربنا عز وجل القرآن. الدية تقدر في مصر في السعودية والعالم بالجمال، في مصر بالفضة. بتزن تقريبا كده 35 كيلو فضة، هي 35 كيلو فضة. حوالي 382 ألف جنيه. كنا بننفذها على الأساس. المقصود معالي اللواء إن القانون بيلعب دور قوي جدا في المصالحات. بيكون يعني القانون، روح القانون لازم تطبق. انا مع سيادتك بس ما ينفعش ان انا الواحد ويجي حضرتك تصالحني مع عيلته وتطلعني من السجن، يبقى كده في غابه. لا هو غابة. انا برضو عاوز اوضح اضيف اتفضل. الشرع طبعا. الشرع وضح لنا ثلاث مسالك لانهاء الخصومات، ده الشرع تمام. اول حاجه الدين الاسلامي قد حرم قتل المؤمن، وقال المؤمن ما قالش مسلم، المؤمن الناس من قتل ومن نفسه. قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، خلصت قتل الناس وكأنهم خلق أفلها كثيرة يعني. طيب بالزبط. احنا دلوقتي الشرع فتح لنا قصة ان احنا لو في صلح نطبق عقوبة القتل الخطأ، فاول حاجة قالها ايه؟ ومن قتل مؤمنا خطأ فديته مسلمة لله. يبقى ده ايه؟ بابه اسلوب. اسلوب من الاساليب تمام؟ طيب ماشي. الناحية التانية اللي برضو في آية يقول لك خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين، ودي اللي أخذ منها العرف. خذ العفو الأول، الناس هتصطلح، خذ العفو أمر بالعرف. العرف اللي هو إيه؟ ما تعرف الناس على أنهم يعملوه فاقتضوا به. فعشان كده هو أخذ منها موضوع إيه؟ الكفن. الناس كان زمان الكفن بدأ، هو الكفن إيه الكفن؟ هو اعتذار مذلل. لو احنا النهارده اخطأنا خطأ بسيط مع بعضنا بقول لك سوري انا اسف، بتقبل اعتذار معنوي. لكن لما كل ما الجرم بيزيد كل ما هو شكل الاعتذار بيزيد. الموضوع الثالث اللي هو ما جزاء الذين ايه يسعون في الارض فساد الا ان يقتلوا او يسلبوا الا حد لما قال لك او ينفوا من جزاء حلو الله ورسوله وسلم. تمام. النفي ده جاء منها التغريب، فاحنا معانا الدية، معانا خذ العرف، ومعنى التغريب. دول الشرع مفيش تاني غيرهم، طبق دول في الشرع، هو اللي اخذ بيهم الكفن الدية التغريب، هم دول الثلاث عناصر اللي طب احنا طبعا كنا بنتكلم قبل الفاصل عن مشكلة المية. طبعا كان في مشكلة زي ما قال سيادة اللواء طبعا في محافظة قنا ومركز دشنة، سد النهضة مشكلته داخليا وخارجيا، مشكلات طبعا اثيرت في هذا الموضوع داخليا وخارجيا. تعليق حضرتك بعد الدايه. لا هو مش داخليا وخارجيا، هو النهارده مصر النهارده بتمر بتحديات خارجيه غايه في القسوه. هناك سعي من الدول، من دول وسعي حسيس منهم، لان هم يجرون في اكثر من حرب. النهارده اثيوبيا في مسانده من عديد من الدول ان تخلي اثيوبيا اقنعوهم ان المطر ده لما بينزل في الحته دي يبقى هو ملكا للناس دول واحنا مالناش حق فيه. صحهم لوحدهم. بدليل يقول لك ايه؟ طب ما هو زي البترول، البترول البلد اللي بيبقى فيها بترول ما بترضى الا ما بتصدره لبره، بتصدره فلوس. انت المطر ده نزل عندك يبقى معناها ان ده ايه؟ بتاعك انت، يبقى مصر مالهاش والسودان مالهاش ومحدش ليه، والموضوع ده كله موضوع ايه؟ موضوع بتاعك انت بس. طبعا ده حقوق تاريخيه منذ بدايه الخليقه موجود، وفي ناس 100 مليون معتمدين على ان هم زراعتهم ويشربوا منها. الناس دول يموتوا عشان خاطر انت تستأثري بنفسك. النهارده منذ بداية الخليقة عدى علينا كام 100,000 سنة وكام مليون سنة، تيجي النهارده بتستحدثي بند معين. الكلام ده طبعا معناه انه يعني في تهديد، وتهديد قوي، الى اني بيهدد الامن القومي المصري، هيضيع الزراعات ويضيع المية والشرب علينا احنا بالشكل ده. فطبعا ده شيء لن يقبل. جمال عبد الناصر وهو موجود كان عمل معاهده مع اثيوبيا، لان احنا سندنا اثيوبيا في تحريرها، ان احنا لينا حصه معينه 55 مليار هكتار تقريبا، حاجه زي كده. هم دول عاوزين يكشلوها، يقول لك لا ده نزل عندي انا المطر، انا النهارده اخد كفايتي واللي باقي ابدله لكم. لا ده المبدا لن يقبل تاني، ويفرض على مصر يوم من الايام. احنا النهارده في مرحله الدبلوماسية الناعمة، احنا النهاردة بنثق في قيادة سياسية وعد بيقول ما تخافوش الموضوع عندي
وعمركم ما سدتوني حاجه وانا ايه وانا ايه وانا ما نفذتهاش. احنا النهارده يعني ماشيين في دبلوماسيه، لان ما يجبش الا ان احنا نلجأ نخرج بره الدبلوماسيه في هذا الموضوع، والا ان دي حقوق موضوعه ومعروفه ومعاهدات ومواثيق، وكل كل موضوع العالمي بيؤكد حقيتنا في هذا الموضوع. ده موضوع ما يخص ليبيا، ما يخص اثيوبيا. ما يخص ليبيا النهارده اردوغان عشان خاطر موضوع بتاع الغاز المصري اللي اكتشف في البحر الابيض، هو جت مشكلتين معاه. هو عاوز يبحث عن الغاز وعاوز يبحث عن حقوقه في البحر الابيض مطامعه، فعشان كده هو قدر ان هو يعني يستغل ضعف السراج ومسندته للاخوان، وهو طبعا ابو الاخوان والقصه دي كلها، الله يعني يخرب بيت الاثنين يعني. فالامور هو النهارده عمل اتفاقيه معاه، والسراج نفسه ما قدرش يمررها من البرلمان، فاتفاقيه وهميه كانها لم تكن بالفعل. لكن هو النهارده دخل وحب ان هو يسيطر على قطع بس ست اللي هو ممدوح، طبعا اسف طبعا برضه للوقت بتاع البرنامج. كلمات اخيره طبعا احب ان انا اشكر الاستاذ مالك بداري طبعا لاتاحته طبعا لينا ان احنا نتكلم طبعا مع ست اللي هو ممدوح، مع ست اللي هو خالد والدكتور احمد عبد الستار، وبرضه نشكر طبعا الاستاذ طبعا حشمت الشريف طبعا برضه اللي برضه لاتاحته ان احنا التحيه يعني ليه اللي تنازلوا عن تقديم مشاركه في تقديم البرنامج، وان احنا نكمل في هذا الموضوع الاستاذ مهدي. في نهايه الحلقه اشكر ضيوف الكرام مره اخرى، وانا احب طبعا ان انا اشكرهم كل مره. الساد اللواء ممدوح مقلد عضو مجلس النواب وكيل لجنه الدفاع والامن القومي، الساد اللواء خالد الشاذلي الخبير الامني والاستراتيجي وعضو لجنه هيئه المصالحات العليا بالازهر الشريف، الدكتور احمد عبد الستار ثابت باحث دكتوراه في القانون ومحامي بالاستئناف. شكرا، والى لقاء اخر في برنامج الراي الاخر. سلام الله عليكم جميعاً.